عندي نقطة مهمة جدا عايز أقولها للناس. اتنين معايا كابتن ريم حمادته أهلاوي حتى النخاع، أهلاوية حتى النخاع، هي عايزة تقابل محمد صلاح في ماتش، الكابتن محمد صلاح في ماتش تنس طاولة، والكابتن إبراهيم كمان عايز يختبر في اختبارات النادي الأهلي داخل جدران النادي الأهلي عشان هو أهلاوي. إيه كمان يا كابتن إبراهيم؟ والله بص هقول لحضرتك حاجة، يعني بجد يمكن كانت أمنية حياتي إن في يوم من الأيام أبقى فرد من النادي الأهلي. يعني ابقى فرد من داخل جدران النادي الاهلي، لان فعلا احنا بنعتبر ان فعلا الاهلي جمهوريه داخل الجمهوريه. فعلى مر العصور يمكن لو بصينا النهارده للنادي الاهلي نلاقي النادي الاهلي القيم والمبادئ الموجوده في سياسه النادي الاهلي بالعكس يمكن ما شفناهاش حتى يمكن في العوائل. يعني النهارده ابن النادي الاهلي ما بيخرجش بره النادي الاهلي حتى بعد ما بيخلص كوره، جمهور ولاعيبه وكل حاجه. احنا بنعتبر فعلا النادي الاهلي يمكن فعلا مش البيت الكبير، لا هو فعلا البيت الكبير، ولكن سبحان الله يمكن كل فتره من الزمن بنلاقي ان النادي الاهلي هو الكره المصريه. يعني لما نبص للكره المصريه او للرياضه المصريه بصفه عامه بنلاقي النادي الاهلي هو رقم واحد عالميا بالنسبه لمصر دائما وابدا. النادي الاهلي رقم واحد لكن عالميا. هنلعب نقطه حاسمه بقى، قول لي عايز تقول حاجه قول قبل دي النقطه الحاسمه. هلعب معاها يعني شويه. لما نبص في تنس الطاوله نلاقي هنا جوده حاليا دلوقتي يعني مصنفه رقم واحد تحت 15 سنه، ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدها كمان وكمان. كابتن هنا جوده في باريس هتعمل ايه؟ اسالك انت، في باريس هتعمل ان شاء الله هتجيب ميداليه. ميداليه ان شاء الله. ميداليه يلا بينا كملي وهنكمل معاك لسه نقطه حاسمه. اتفضلي. ايوه معلش انا بتاع هاندبول، خلي بالك يعني بتاع هاندبول مش بتاع تنس طاوله. اقعد اضحك انت شادي عمالها. لا اخرج من اللعبه ليه؟ اخرج من اللعبه ليه؟ سريك. يلا بينا اخر نقطه في هذه المباراة الجميلة، عشان عايز اقف اتكلم معاهم شوية بصراحة. هكسبها انا الوقت جري معاهم. يلا طب نقطة فاصلة كده بالراحة بقى. لا تمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا كمان ادي نقطة لهنا جودة. هنشوف اخر نقطة، هشوف نقطة تانية. صدقوني مش عايز اخلص الماتش، صدقوني بجد مش عايز اخلص. كمان 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 يا هنا. يلا هنشوف كابتن ابراهيم، عايزين نقطة فاصلة كابتن ابراهيم. يلا يلا يا هارد لك، هات الكوره هاتي الكوره هاتيها هاتيها لسه